السلام عليكم إخوان، في هذا الدرس غادي نطرقوا لواحد الكومبوزون إلكتريك. هذا اللي قدامنا ستة روليد نيفو. المهم باش نمشيو طاية ديريكت الأهم، الحاجة اللي مهمة. فاش كيكون عندي ان كومبوزون إلكتريك بحال هذا مثلا، ان روليد بحال مثلا روليد نيفو، كنشوف ديما نمشيو لكاركتيريستيك باش نعرفوا لي كاركتيرستيك ديالو، هما الاولين باش ما نغلطوش ولا شي حاجه. اش كيكون عندنا كيما قلنا، ها هما لي كاركتيرستيك ديالو، ها الريفيرونس ديالو كيبان لينا قدامنا ياك. احنا عندنا عندنا دابا ريفيرونس، وعندنا هنا لابوبين باش غتخدم، حيت انا طونسيون باش غتخدم لابوبين، حيت دابا هذا غتلقى عندو واحد لابوبين ياك. الدور ديالو اصلا هو الكونترولي النيفو. اش كيدير؟ عندو كاينه اون بوبين ياك، هاد لابوبين ملي كيتوصل على ليمونطاسيون كتحل ان كونتاكت، كتسد ان لوتر كونتاكت. هذا هو المهم ديالها. الشيما ديال هذا هو هذا، ها هو الشيما ديالو. عندنا ال ا1 و ال ا2، يعني لاليمونتاسيون غنجيبوها ال ا1 و ا2، غنجيبو ليهم لاليمونتاسيون ياك، و نجيبو لي سونت كيما شفتو. فوالا لي سونت، ها هما لي سونت في الشيما ديالنا، ها هما لي سونت عندنا هنايا في الشيما. تروا سوند كاين عندنا الماكس و المين و الكومان، يعني في النيفو با كامل كيكون في الكومان، النيفو مويان كيكون في الما في المين، والنيفو الفوقاني كيكون في الماكس. ها هما باينين. ها هما باينين عندنا مزيان. دابا هنايا ها هما مزيان باينين. ها انت الكومان هو النيفو با، مويان هو المين، والنيفو هو الماكس. مي كنجي واش كنديرو؟ كنجيو الرولي، الرولي راه باين عندنا كلشي في الرولي. ها هو الرولي ديالنا، باش يبان لينا لي سيستيم. فوالا عندنا ال ا و ال ا2، ال ا و ال ا2 كنجيبو ليه ليمونطاسيون ياك. و كيما قلنا عندنا الكومان والماكس والمين، يعني دوك الخيوط ديال لي صوند اللي درنا في البير ولا درناهم في الشاطو كنجيبوهم لهنايا كما قلنا. التحتاني كنجيبوه للكومه، المويان كنجيبوه للمين، الفوق اللي الفوق كنجيبوه للماكس ياك. كندير واحد لاشانت بين هاد ان سي والكومه هنايا، ها هو هنايا شتي هاد ان سي، ها هو ان سي، كنديرو انشانت بين ان سي و الكومان، و كنجيو هنا كناخدو الكونتاكت اللي بغينا. هنايا عندنا 12 فيرمي، 13 اوفر، 12 سي فيرمي، 13 سي اوفر. دونك حنا كنختارو الكونتاكت اللي بغينا، كنديوه للكونتاكتور، كنديوه للكونتاكتور باش اون فوا عطاتنا لي سون، اون اون فوا عطاتنا اون سون مثلا بار اكزومبل، اون فوا وصل الماء النيفو، عاود الماء بنيفو مويان، اش كيوقع؟ كيعطينا كيعطي سميتو لا كيعطي لا سون البوم هاد الرولي باش يخدم، باش دوز لينا هاد، باش هاد الكونتاكت يتسد، باش دوز لينا الموتاسيون الكونتاكتور باش الموتور يخدم. لا بومب ايميرجي اللي كاينه في سميتو، باش لا بومب ايميرجي اللي كاينه في البير باش تخدم بار اكزومبل. هذا غير اكزومبل. المهم فوالا نطرو فيديو كيما قلت لي. اول حاجه ستانرو لي نيفو، اول حاجه كنشوف لي موتاسيون ديال لابوبي، حيت الا عطيتي ليها اكثر من 220 غتحرقها. ثاني حاجه غنشوفو الشيما ديالها كيما قلنا. فوالا الشيما باين واضح، عندك لي سون لي تروا سونت، عندك لي تروا سونت هما هادو باينين. وهنا كتشوف هنايا
لاليمونطاسيون كما قلنا هنايا نيفو لاليمونطاسيون هنايا طونسيون داليمونطاسيون لي سونت والكونتاكت على حسب داكشي اللي بغيتي في الكونتاكت. بغيتي غتستعمل الكونتاكت اوفر نورمال اوفر غديرو، غتستعمل الكونتاكت نورمال كلوز غديرو على حسب داكشي اللي غادي تستعمل. كنتمنى ان الشرح يكون مفيد، و الى الملتقى ان شاء الله.